قلنا لماذا اخترنا 2670؟ احنا كنا في 1000 لما ذكرت هذا. هلا ندخل في تحليل الذهب. لما ذكرنا في هذا 6 ساعات 11 في نوفمبر 6 السعر كان 1935 وطبعا نزل الى 2770. سيداتي وسارتي هذا 240 minutes 240 دقيقة، يعني كم من ساعة؟ 4 ساعات. المخطط هذا يا حبيبي، وأنا هذا أعطيته لأصحاب الواتساب جروب من زمان، قلت لهم ليش راح نشوف 2670؟ لأنه إذا بتعرف ما هو الكتفين والرأس، إذا تقول إنه هذا رأس هذا كتف وهذا كتف، وتأخذ المسافة بين الرأس وبين العنق 2790 ناقص 2720 يساوي 70، بتنزل 70 من 2720 وتحصل على 1650 1660. لذلك أشرف العايدي قال لأصحاب الواتساب جروب، قال لهم بأنه إذا بتأخذ التحليل الأساسي والتحليل الفني الأساسي، إنه بيقول لك الكونغرس والشيوخ، راح نروح إلى 1670 الدائرة الصفراء الدائرة الصفراء، وهذا الكلام كان 2730، يعني بالعربي انزلنا حوالي 60-70 دولار. وبالفعل الذهب وش وين؟ 2650. أوكي؟ نعم، أنا عم بزعج كثير من الأعضاء برسائلي الصوتية المزعجة بصوتي الفادح مرات والكتابات وا، لكن لما يجي وقت الصح يجي وقت الصح، ولما يجي وقت الانتخابات أنا ما بقول لكم سيداتي وسارتي، أنا راح أفتح ندوة، راح نعمل لايف وراح نعلق. أنا مش تعليق، بدك تعلق روح على الحارة وشوف مين عم تحكي مع أم ياسين وأبو إبراهيم إيش قال مع بنت فلان ومع ابن فلان. إحنا بنكر. أنا بقول لكم وين مجلس الشيوخ، وين المجلس النواب، كيف راح تكون القوة، وكيف راح يدخل بالدولار، وكيف راح يكون بالذهب، ولا هيك ولا هيك. في ناس بضل يعلقوا بيقولوا يبدو إنه ولاية ألاباما نجحت، والتاني بيقول لك لا والله يبدو إنه ما في ولا يبدو ولا ما يبدو. بقول لك بعد 5 دقائق راح تيجي النتائج من 7 ولايات، بعد 10 دقائق راح تيجي النتائج من 15 ولاية، بعد 4 دقائق، وبعدين ما بضني نعلق لأنه كل الناس بتحب تعلق. أوكي، هلأ إذا بتشوف المخطط، إذا بتشوف المخطط هذا 55 يوم اللي هو ال 55 يوم، بتشوف انه في نوعا ما من الدعم. اوكي، وانا كتبت هذا في اخر فيديو، الفيديو اللي سويته على يوتيوب، قلت لكم انه راح نروح الى 2670. اوكي، اللي يحب يشوف يشوف. اوكي، ان في كثير ناس للاسف ما يعرفوا كيف يستعملوا التايم ستامب اللي هو التجزيء الوقتي. اهلا بكم، بس حبيت اورجيكم كيف تستعمل التجزيء الزمني على يوتيوب. اوكي، راح نورجيكم كيف قلنا 2670، لكن كيف تستعملوا التجزيء الزمني مشان تسرعوا البحث. اوكي، فخلينا نشوف هنا سيداتي وسادتي. بتروح في اخر فيديو، اوكي، وبتنقر عليه ترامب، وهذا ادى الى صعود في الدولار، وبتروح تحت الوصف او الديسكريبشن، وهون وين فيه مور، هذه كتير مهمه مور، اذا بتنقر عليها بتشوف تقسيم اجزاء الفيديو. بعدين نروح استعداد الذهب، اوكي، ويروح دغري الى 18. اما الذهب انا نظن الذهب انه ما زال سيبقى في الشراء. انا نقول الذهب سيداتي وسادتي اذا نشوفه في فني خط 21 day moving average محونا شراء. أنا نقول الذهب سيداتي وسادتي إذا أقدر، وهذا إشي خطير لا راح أقدر أقوله، ولا 1600 إنه من الأسوأ اللي راح نشوف يمكن نشوفه في الذهب هو يمكن 1680 ولا 1670، وما زال تكون الفرصة كل الطرق تؤدي إلى شراء الذهب سيداتي وسادتي. فنيا إذا بتطلع ترامب وهارس من المسألة بتشوف إنه في هناك خط دعم صاعد الذي يتزامن مع خط الدعم الاتجاه الأحمر، ولا خط 21 يوم اللي هو 21 day moving average. أوكي، وشفنا احترام 17.8 فوق متوسط 200 اللي ذكرته في الفيديو السابق،
لكن 2680-2670 هو الدعم الهام سيداتي وسادتي. فهذه الأشياء سيداتي وسادتي راح يكون في مؤامرات كبيرة. وطبعا ضرب 2650 لكن وين أغلق؟ أغلق فوق 70. منتصف الشمعة السابقة يعني فوق 2711 نقول أنه يمكن يكمل إلى 2750. لكن توقعات المقاومة الجاية يعني هذه المقاومة 2730 مهمة، لكن أول شيء لازم نقلب فوق المنتصف فوق النص. أوكي؟ باول راح يتكلم بعد حوالي 3 دقائق. أوكي؟ باول راح يتكلم بعد، لسه ما في تغييرات، كلها كل الناس بينتظروا باول. لكن أحذركم أي شيء راح يقوله اليوم، أي تغييرات كبيرة بعده راح يكون في هناك مراجعة بعده. ف الإشي اللي بدي أقياكم، فهنا عندنا مدرستين في التحليل. المدرسة الأولى أنه دائما لما تجتاز منتصف فوق نص الصفقة الشمعة السابقة هذا يكون يعني very bullish ولا إيجابي. بنفس الوقت إذا نقص فوق، إذا ندخل بالنصف الأعلى ونبقى فوق النصف الأعلى فماذا يحدث؟ نكون قد اجتازينا الدعم السابق، ومن أحكام التحليل الكلاسيكي الدعم السابق يتحول إلى ماذا؟ شكرا. فهمت علي؟ ففي هناك عندما نقول إلى متى ستكون الاستراحة، أو الإشي اللي بدنا إياه نقول إنه ما هي الحواجز التي تقول طالما ما تكسر 2700، طالما ما تكسر 2720، لكن المقاومة الكبيرة الكبيرة سيداتي وسادتي راح تكون 2730. وإذا تأخذ الأربع ساعات، هلا في تحليلات بقدر أدخل بالذهب بالفضة مشان أقول إيش بصير، لكن هذا من أسهل التحليلات. وإذا بنأخذ بالأربع ساعات، شايف، إذا بتأخذ أربع ساعات تقدر تشوف هذه الأشياء بطريقة أوضح. أوكي هون لا، مش راح تعملها هون، راح تعملها هون وهون بنفس الوقت. اوكي، لانه الكتفين الرأس اللي كنا نتكلم عليه اللي اعطانا 2660 ولا 2650 كان عنده عنق هنا. اوكي، فهمت علي ولا لا؟ العنق اللي هو كان دعم الان يصير الى مقاومه، والعنق يتصادف يتزامن كونفلوينس مع 2716. لذلك المقاومه الكبيره اليوم انه طالما إذا بتشوف 1716 تقدر تعمل شراء. وبس حبيت أضيف ملاحظة أخرى. مبارح هذا هو التحليل اللي سويناه عن الذهب. أوكي؟ ما زال أمامه امتحانات مقاومة، و 2715 يتوازي مع نصف الشمعة السابقة، والنصف الشمعة السابقة تاع أول أمس هي تتوازي مع الدعم السابق إذا بتشوفه في المخطط، ولكن المنتصف هو اللي كان الدعم الكبير. ولذلك الآن السوق ما زال محصور بين 2670 و 2717، لأنه 15 و 17 و 18 يمثل شيء كتير هام كما ذكرنا هنا. يعني قلنا إذا ترامب يفوز تسلا بترتفع، الأس أن بي يرتفع، بيتكوين يرتفع، ودي جي تي بيرتفع، وهذا هو المخطط الحالي والأخير. بتشوف إنه هذا المخطط القديم اللي أعطيت لك يومه وحطيت ندوة. ترامب طبعا طلع إلى 97% لأنه انتهت الانتخابات، وإيش صار؟ الأسف فيه كان 5864 الآن صار 5960. تسلا يا حبيبي وين كانت؟ كانت 260 الآن كانت 260، وينها الآن؟ 296. بيتكوين بدون تعليق بيقترب إلى 77,000 دولار، 77,000 دولار. واللي سمعني أتكلم 3 مرات ولا 4 مرات في حياته في آخر 6 أشهر وما اشترى بيتكوين، الحق عليك. مين اللي زعلان لأنه عم بتكلم على بيتكوين؟ منه. شوف هذا المخطط، مايكرو ستراتيجي مرتفع 296%، بيتكوين مرتفع هذا العام كم؟ وين بيتكوين؟
اكس بي تي 71%، مرتفع 71% منذ بداية السنة، اوكي 71%. لكن مايكرو استراتيجي 296. خليني اقول لك شيء، لانه مايكرو استراتيجي هي الشركة ثاني اكبر شركة في العالم التي تملك بيتكوين، شركة وليس مؤسسة وليس انتيتي. فيا حبيبي انت شوف، لما بيتكوين كان مرتفع في السنة 50%، مايكرو استراتيجي كان مرتفع 130. لما بيتكوين كان مرتفع 31% منذ بداية العام، مايكرو استراتيجي كان مرتفع 92%. إذا هذا مش راح يفهمك رياضيات ولا منطق استثماري خلاص. الدولار مقابل الين هذا صعب كثير. خلينا نرجع شوف، أنا مشتري من 43 بيتكوين، برأيك ما هو التصحيح المتوقع؟ التصحيح لا يهم، أجني الأرباح أين أجنيها؟ وأنا أقول لك أنه حوالي 92,000 93,000 إذا بدك تحصل على شوية سيولة بتنقص المغاري. أما التصحيح وين راح يروح؟ إذا بتحب التصحيح بسهولة بتروح على المخطط هذا وبتشوف المخطط وبيقول لك أنه المقاومة السابقة هي الدعم، ولا تقدر تعمل إشي مثل هذا وهو هذا. اوكي فيقول لك انه اي دعم، الدعم الجاي راح يكون هون 67,000 اللي هي الملتقى بين المقاومة السابقة التي تصبح الدعم الاول والدعم من الترند لاين الصاعد. دائما يكون عندك ملتقى مدرستين او مخططين على الاقل ولا ثلاثة يكون اشي جيد. طبعا هذه بقدر ازيد فيها المتوسطات، بقدر ازيد فيها الفيبوناتشي، لكن ما بدناش نعقد الامور. من ولكن انا اتوقع في كثير تحليلات تقول لي انه راح اروح الى 92,000 و73 حتى اشتري مرة اخرى، لا اريد جني الارباح. برافو احمد، حلو. اذا بتحب تشتري انا نقول انه بتقدر تستنى حوالي 70 ولا 71 ولا 72، لكن اريد ان اقول لكم انه التدفقات المالية في الاي تي اف تاعت البلاك روك كل يوم كانت تشهد 500 مليون، 900 مليون، 700 مليون. تعرفوا في الساعتين لما ترامب فاز، التدفقات المالية في صندوق استثمار بيتكوين لبلاك روك تجاوزت مليار دولار في ساعتين، وهذا يفسر هذا. فلذلك اللي حبيت أقوله إنه مايكرو استراتيجي هو ملك العالم الآن. بيتكوين سيداتي وسادتي، فأقنعتكم على يوسلين بيتكوين. شوفوا هلا اسمعوني منه، في الهاوس اوف ريبريزنتيفز في مجلس النواب، يعني ما في تحليل زي هيك، ما في تحليل، ما في ندوة اللي بتدخل باليورو الاسترليني بالأرصاي بالتخصيص والتفصيل، وبعدين منروح بفارق العوائد، وبعدين منروح بفنيات اليورو الاسترليني، وبعدين منعطيك ما هي وكيف وصلنا إلى التحليل السياسي الهاوس اوف ريبريزنتيفز مجلس النواب والسنت، وبعدين ولا واحد ما بعطيكم كل هاجة، وبيضيف عليه تحليل المؤشرات والأسهم ويعطيك الأداة الجديدة، وبعدين يقول لك إنه مجلس النواب 205 عضو يساندوا الكريبتو، 99 يساندوا 99 ضد الكريبتو. ليش؟ لأنه النواب كان مضغوط وكان فيه أكثرية من الديمقراطيين. السنة مجلس الشيوخ 14 مع الكريبتو، 8 ضد الكريبتو. هذه قريب جدا، لأنه السنة كان فيه أكثرية للديمقراطيين بصوت واحد مع نائب الرئيس، والآن صارت أكثرية من جهة. فهذا كثير مهم. والكريبتو بيقول لك إنه الفرق بين القمة والهالفينج، القمة والتصنيف، والقمة والتصنيف دائما من 55 يوم إلى 76 يوم، سوري أسبوع، من 75 أسبوع إلى 76، 71 بعدها 51، بعدها 76. يعني نموذج الآن 70
70 بين القمة والهالفينج و70 بين الهالفينج والقمة الجديدة، يعني يقول لك انه في حوالي الصيف، في الصيف ولا في الخريف راح نوصل الى 160. هذا مخطط قديم اعطيته لاصحاب الواتساب جروب، واذا بتصدق بهذا المخطط هذا نوعا ما كنت اقدر اعمل تراينجل، لكن انا عملت بين نص تراينجل ونص دائره. يقول لك انه الهدف الجاي في 300 دولار. مايكرو استراتيجي يا حبيبي، اذا انت واقع بقصه حب مع انفيديا شهر 6، يعني من 5 اشهر قلت للجروب and finally اخيرا اشتريت سهم اللي فكرت انه راح اشتريه. منذ بداية العام، هذه من حوالي اسبوعين، مايكرو استراتيجي 256,000، انفيديا 179% بس. منذ 2023 مايكرو استراتيجي 1590، انفيديا 839%. بس اقولكم ليش اتوقع انه بيتكوين رايح، وهذا اللي قلته لأصحاب الواتساب جروب، لأنه إذا بتأخذ المسافة هنا، إذا بتأخذ الفرق هنا بين 73,000 و 50,000، 23,000، 22,000 زائد 22,000 زائد 73,000 تعطيك حوالي 95,000 96,000. أنا هذا بقول إنه هذا هو الحاجز على المدى القصير وهذا اليوم. فالناس ما يحبوا يعرفوا على بيتكوين، يحبوا يعرفوا إلا هل الذهب راح يروح، راح ينزل 5 دولار ونص ولا راح يطلع 25 دولار ونص اللي عم يصير. لكن شو الناس عينيهم ما بتكبر على بيتكوين إلا لما يشوفوا قيمة جديدة، وبعد بيقول لك لا خلاص راحت الموجة، مثل السيدة العزيزة اللي هي عضو، لما اجت على لندن ما حصل لي الشرف أشوفها، لكن قلت لها إن شاء الله راح ناخذ قهوة، وبعدين ما صار نصيب. قلت لها باي ذا واي انا كنت بدي اشوفك مشان اقنعك مشان بتشتري بيتكوين، قلت لي لا خليني استناه لما ينزل على 40,000. يعني هي اول شيء رفضت انه تشتريه لما كان عند 60، بغير انه راح ينزل الى 40، لانه هي ما بتفهم ولا شيء على بيتكوين، لكن بتقول لي عم بستنى ينزل على بيتكوين. يعني هذا هو الشيء احنا عندنا بالعالم العربي، الناس ما بتعرف تقول لا ادري لا اعرف، انت الخبير ما رايك. لا أنا سألتها قلت لها إمتى حتدخلي، منشان هي تقول لي شو رأيك يا خبير، شو رأيك، ماذا تعتقد. لا ما قلت لي، قلت لي لا خليه ينزل على 41,000 وبعدين أشتري. يعني هل بإمكانكم التصور في هذا الحوار بيني وبينها ولا لا؟ للأسف هذا الحوار يحدث كل يوم.